صباح الخير، كيف حالكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكيت الشتر ما شاء الله تبارك الله في الصباح، حنشوف. وألاقي سبحان الله كمية من الدعسوقات اللي هي هذه الخنفساء المرقطة بكمية كبيرة جدا هنا موجودين في المجرى سبحان الله حق الشباك. شوفوا قد ايه طاحوا في الأرض، وفي جوه هنا كمان في الداخل كمية كبيرة. طبعا هم بيجوا هنا أولا بيدوروا على الدفا، ويبدأوا سبحان الله يتغذوا على الحشرات اللي موجودة. قدرت الحمد لله أجمع منهم مجموعة، ولكن نتأمل في الأكثر بإذن الله. هيسألني البعض يقول لي إيش فايدتها؟ هذه فايدتها للنباتات جدا جميلة. طبعا حيجي البعض يقول لي إيش فايدتها؟ قلنا فايدتها إن سبحان الله تتغذى على الحشرات، فالحشرات الماصة اللي بتيجي تبهدلنا على النباتات هذه حتبدأ تتغذى عليها. شوف اللون ده كيف جميل،